عرض على يدي رضي الله كرامة كثيرة واستغاث بي سرا وجهرا في حياتي وبعد وفاتي براسة له من جده صلى الله عليه وسلم. ومر الغوص يوما في محلة فرأى مسلما ونصرانيا يتجادلا فسأل الغوص عن مجادلتهما فقال المسلم يقول هذا العيسوي إن عيسى عليه السلام أفضل من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. فقال الغوص لنصر بيعين دليل تثبت فضيلة عيسى عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العيسوي إن عيسى عليه السلام كان يخي الموضة. فقال الغوص إني لست بنبي بل من أتباء محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحييت ميتا أتؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العيسوي نعم. فقال الغوص أرني قبضا دريسا رميما لترى فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأروا قبرا عتيقا. فقال الغوص العيسوي إن عيسى عليه السلام بأي كلام كان يخاطب الميت حين إحيائه. فقال العيسوي في جوابه كان يخاطب بقولكم بإذن الله تعالى. فقال الغوص إن صاحب هذا القبر كان مغنيا في الدنيا إن أردت أن أخيه مغنيا فأنا مجيب لك. فقال نعم. فتوجه الغوص إلى القبر وقال قم بإذني. فانشق القبر وقال ميت حيا مغنيا. فلما رأى نصر هذه الكرامة وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم على يد الغوص العظام رضي الله عنه وعنا ببركاته وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. اللهم انصرنا فأحد رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودتها لديه. وكان رضي الله يلبس لباس العلماء ويطيلس ويلبس رفيع ويركب بغلة وترفع بين يدي الغاشية ويتكلم على كرسي عال وكان في كلام سرعة وجهر. وإذا روض القلب القاشي خشعا وإذا رأيته فقد رأيت الناس كلهم. وإذا مر على جام يوم الجمعة وقاف الناس في الأسواك يسألون الله بحوائجهم. وكان له سد وسد حسن رضي الله عنه وأتاه رضي الله جاءوا من الرافضة بكفتين محيطتين مخطومتين وقالوا لنا في هاتين الكفتين. فنزل من الكرسي ووضع يده على إحداهما وقال في هذه صبي مقعد. وعمر ابنه عبد الرزاق بفتحها ففتحها فإذا فيها صبي مقعد فامسك بيده وقال له قم. فقام يعدو ثم وضع يده على الأخرى وقال في هذه صبي لا أعد به. وعمر بفتحها ففتحها فإذا فيها صبي فقام يمشي فامسك الناس يده وقال له أقعد فأقعده. فتابوا عن رفض على يديه رضي الله عنه. اللهم انصرنا فحد رضوان عليه وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. وكان رضي الله لا يؤظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. كان رضي الله كثيرا يمشي في الهواء على رؤوس الأشهاد من مجلسه رضي الله عنه. وجاءت امرأة إلى الشيخ عبد القادر رضي الله الفاتحة. بولدي وقال ابن ابي هذا شديد تعلق بك. فقابل الشيخ وعمر بالمجاهد وسلوك طريق السلف. فرأوا يوما نخلا مصفرا من اثار الجوع والسهاري ورأته ياكل خبز الشعير. فدخلت على الشيخ فوجد بين يدينا في ضم دجاجه مسلوقه. فقالت يا شيخ يا غوث تاكل دجاجه وياكل ابني خبز الشعير
فوضع شهيته على تلك العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يخي العظام وهي رميم. فقامت دجاجة فصاحت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الفاتحة نسخة موسى في خليل Uruh kaminane ing dalem ing katane pira-pira kanugrahan. Faqala la syekh idza sarabnuki hakadha falyaqul ma syaa wa marrat ala majlis radhiyallahu khitatun tahiratun fi yawmi shadidir rikh فصاحت بشمسة الحاضرين فقال شيخ يا ريخ دراسة هذه الخطأة فوقعت لوقتها مقطوعة الرأس فنزل الكرسي وأخذ في يدي وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطرت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك اللهم انصرنا فحد ردوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي وكان رضي الله خيف البدن مربوع قامت يارد الصد يارد لخية طويلة أسمر اللون مقرون الحاجبين مجاب الدعوة ذا صوت جوهري وصمت بهين وقدر علي وعلم وفي رضي الله عنه وكان طريقه رضي الله اتخاذ القول والفعل واتخاذ النفس والقلب ومعانقة الإخلاص والتسليم وتحكيم الكتاب والسنة في كل خضرة ولحظة ونفس وارد والمواسب وحال وثبوت مع الله عز وجل وكان لأبي ظالي ولد أكمه مقعد مجده مفلوت فجاء بلا شيخ عبد القادر رضي الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فجاء بها فقال لا شهكم بإذن الله تعالى فإذا صبي عضو ويبصر ولا بي أحد فتج الحاضرون وراحت إمرأة حسنة إلى غار جبل لحاجات لها فعلم برواخها الرجل الفاسق فراح وراءها ورضى يلوي سدي لعصمتها ولم تجد لخلاصها ملجا فنادت يا شيخ وعبد القادر الفاتحة أيسني إذ نزل برأس ذلك رجل الفاسق قبل الوصول إلى مراد أعلان من الخشب يضربان خدمته ولقد رأيت الشيخ عبد القادر رضي الله الفاتحة يتصرف في قبره كتصرف في حياتي رضي الله عنه وعنا برضاه رفيع وأمدنا بمداده الوسيع اللهم انصرنا فحد رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه وكان رضي الله سريع الدمث شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأخلاق أبعد الناس عن الفحش وأقرب من الحق الشديد البعث إذا
dan tuhikat maharimullahu azza wa jal. La yaghdab nafsih wa la yansur li ghairi rabbih wa la yardu sa'ilan walau bi ahadi zawbih. وكان التوفيق رائدة وتعييد معددة والعلم معتبة والقرب معادية والمحاضرة كنزة والمعرفة خدمة والخطاب مصيرة واللخد سفيرة والأمس نديمة والبسط شيمة والصدق راية والفتح بضاعة والحلم سنادة والذكر وزيرة والفكر سميرة والمكشفة غذاء والمشاهدة شفاء وأدب الشريعة الظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة رضي الله عنه. وكان رضي الله يقول: ما من مسلم يمر على باب مدرسة النظام يدي إلا خفف الله عنه عذاب يوم القيامة. وكان مريد ومحبه رضي الله السعداء في الدنيا والآخرة. لا يموت أحد إلا على توبة صادقة ولا يخرج من الدنيا إلا على ثبوت الإيمان والإسلام ولا يعيش إلا على تمام نعمة ورضوان. اللهم انصرنا فحد رضوان عليه وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. وكان رضي الله يقول وهو من باب التحدث بنعم القول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قل علي على قدم النبي وأنا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم. وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إلا وضعت قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه إلا يكون قدما من أقدام النبوة، فإنه لا سبيل إلى أن ينال غير النبي. وكان رضي الله يقول: الإنس له مشايخ والجن له مشايخ والملائكة له مشايخ وأنا شيخ كل، وعزة ربي لا تزال يدي على رأسي مريدية ومحبية. ولو انكشفت أورات في المشي وأنا في المغرب لمدت يدي إليهم. وأنا لكل من أثر مركبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيدي كل ما أثر حيا وميتا. فراسي مسرد وشيف مشهور ورمخ منصور وقوس موتور ونبال فوقه وسيام صائب دهل خب مريد وغافل. أنا نار الله المقدح، أنا سلاب الأهوال، أنا بحر بلا سحيل، أنا ذا الوقت، أنا المتكلم في غير